انصار اخويا المزيكا ما بغاش ندير حياتي كامل. انت تخيل في 15 يوم ما عندك شو كنت هذوك ايام كنت كنا سيف الزنقه اخويا بنادم كيسحبوا اوروبا راه اوروبا راه سول ولاد اوروبا دي يقول لك كي داير اوروبا. تخيل انا دابا في ايطاليا شوكيز ولا ما نكذب لك حيدي لي شي كثر من 30 شوكيز ولا 30 شوكيز ولا اكثر. علاش كيحيدو؟ شكون هادو البوليس ولا ولا لا هادو البوليس دخلونا على موجود ما دايروش شنو هو دخلونا على صريقه نقول لك صريقه ديال الانجليزي بنادم كاين شي حوايج كاينين في المغرب ما تقاهمش في بلاد اخرى فهمتي. شباب مرحبا بكم في ايبيزود جديد بودكاست جديد. اليوم معنا واحد الانفيتي سبيسيال سبيسيال ديال بصح معنا بيبي جانك. بيبي جانك خويا مرحبا بيك. نهار كبير هذا فهاد ليبيزود غادي نروتراسيو شويه لا كارير ديالك غنشوفو كيفاش بدات لا كارير ديال بيبي جانك كيفاش خرجات بعدا السميه ديال بيبي جانك وفين وصلتي ساشون كو ما بديتيش هادي بزاف. لا الصراحه بديت مش حال هادي ولكن خرجت يلا دابا خرجت دابا شي 3 سنين بحال هكا شي 3 سنين. اول تراك ديالك كنتي درتيه في 2000 ستريت 2018 وصافي مورا عام ولا تراك اخرى. كان هو هذاك اول تراك كتبتي ولا كان لا كنت كتبت تراكات بزاف ولكن اول تراك اللي هو غنمشي ليك الاول حاجه غنمشي ليك الاول تراك كتبتيه زكريا. التراك الاول اللي كتبتي شنو اللي خلاك تكتبو شنو اللي خلاك واش البيئه فين كنتي عايش ولا شنو الحاجه اللي دفعاتك تكتب هذيك اول ديال تشد التليفون ولا ورقه وتكتب اول تراك؟ الصراحه انا كنت وبديتي صغير بديت صغير بديت من كنت في خيريه كنت في وقت الاصلاحيه من كان عندي 14 عام دخلوني اصلاحيه من اللي بديت كنكتب مزيكا. كنت كتعمر وقتك كتبتها كنت كنعمر وقتي ما كانش عندنا التليفون كان عندنا ام بي 3 وستيلو راك عارف ستيلو ورقه وسير. ومن اللي بديت بشويه بشويه من بعد دخلوني الحبس المينور. من الحبس المينور شلت اول تراك واد ستريت هادري خرجت ما خرجت خرجت مور 3 شهور بحال هكا شديتها عاوتاني مور 3 شهور ما خرجتيش شديتي عاوتاني اوكي عام وما يخرجوش. شنو كنتي كتسمع ديك الوقيته انت الراب الايطاليان بزاف؟ اول مره نلوح تراك انا كنت باغي نوصل لراك عارف ما كنتش يسحبني دي وصل بحال هكا كنت باغي نوصل هذيك 10000 راك عارف باش تحدي الدراري ديال الكارتر ديالك وصافي فهمتي. ولكن صافي ما دخلت الحبس صافي مشي كان واحد الحساس حساس في الحبس حساس في الحبس سولت سولت له اخويا بالرجوله تشوف لي الفيديو ديالي راه لعبت واحد الفيديو بغيت نشوف شحال وصل. جا عندي هو يقول لي 100000 يا قلت له ما يمكنش ما تسيقش هذا ماشي ديك الساعه ما كاين لا برومو لا لا بي لا سينياتور لا برومو هي تشديت صافي غبروني من اللي انا قلت صافي كونتراك مات فهمتي مات ولكن طرا قال لي 100000 قلت ما يمكنش ماشي هو وديك الساعه 100000 في يوتيوب شي حاجه هذه راه بزاف 2019 2018 راه بزاف شي حاجه مليون شي حاجه 100000 وانا لي زانسبيراسيون ديالك شنو علاش كنتي كتسمع سمعتي الراب الطالياني بزاف حيت ملي كنسمع موسيقتك ما كتجينيش كتشبه الراب الطالياني لا مره كاع فهمتي كابر نقول لك الصراحه كابر سبب المزيكا بالراب العربيش ديال شحال هادي ولكن المزيكا اللي كنت كتمزك بها امريكان امريكانيه امريكان لا باز على بوك هذاك الشيء ديال على بوك موب ديب 50 سنت اوكي بيك راب فرنساوي شويه لا سير فرنسا وفرنساوي كتمزك له هو لا كريم راه الدراري القدام هما ميستري وبوبا التراك اللي درتي مع لا كريم و... وساكي صدق صدق مزيان هذاك ستريت حقيقي وبالنوامر ديال تراك كوميرسيال. عندك التراك اللي درتي مع فيانسو مع سفيان ديك الساعه ما كنتي مازال ما ليحلى البوم لا والو هو اللي كونتاكتاك ولا انت اللي كونتاكتيتي؟ انا الصراحه درت له الريميكس ضربت واحد الريميكس يلا ما كنتش خارج ضربت واحد الريميكس ويشوفه شافوه صافي له بارطاجي في الستوري ديالو كتب ليا بقينا كنتسامو انا وياه في انستغرام مشيت عنده ديال ودرتو لا كولابوغاسيون الله يعمر دار كان باقي ما كنتش باقي واصل فهمتي كنت يلا بادي ولكن تعامل معايا هذيك المعامله ديال البلان ديال بحال بحال البيك دار لي داك الشيء عرف حتى هو تلقى عنده فيزيون فهمتي وعرف مع من تا نمشي ليك الاوبي الاولى الاوبي الاولى
خرجت ليك من بعد بزاف ديال الحبس بزاف ديال المشاكل بزاف ديال سميتو هاد لو بي واش درتي انديبوندون ولا كنتي مسيني؟ لا ابي انا بديت انديبوندون من الاول وانت بادي بوحدك بروجيس كاملين بوحدي ولكن ملي كنلوح شي بروجي بحال هكا كنلوح مع كاس ديسكوغرافي اوكي لا ابي واحد مع وورنر باقي كاز كيش كيدور لابيل ديال هو الماجور لابيل ديال الماجور ديال اوكي دابا قبل ما كيجي عندنا انفيتا زكريا كندخل لجوجل كندخل الانترنيت كنقلب كنشوف معاه من انا خصني نعرف معاه من شكون اللي جاي دخلت لجوجل اسيدي بانوا لي بزاف ديال الزارتيك كتبوا على بزاف ديال الحوايج لي اون غولاسيون بيك انت فهمني اش هنا هذا البلان هذا خويا الصالح حنا درنا داكشي في صغرنا داكشي درنا في صغرنا و كنعاودوه دابا يا فهمتي وما راك عارف راه طلعين راه خويا راه نقول راه عنصريه باقي شي طلعين عنصريه باقي ما بغاوش يتقبلوا بالله دري مغربي فهمتي سيكونس جينيراسيون خرج اليوم بحال هكا وكيدير هاد المؤامر وكان هما كانوا كيشوفوني ملي كنت صغير فهمتي هما باغيين يشوفوني كنتعذب معاهم باش هما يخدموا باش يديروا ولكن ملي شافوني كيديس راسي دابا راك شتي راه ملي كنت صغير كنت كندير شي حوايج ما اكثر من هادشي اللي كدير دابا هادشي اللي كندير دابايا فهمتي وما عمرو ما دواو سي دابا هي رجعت واحد الليفل الموسيقى بداو كيلصقوا لي شي حوايج ما دايرهمش فهمتي صافي كنت حبستي واحد الحاجه ودخلتي الموسيقى اللي فرقعتي فيها وما بغاوكش هادشي كاين هادشي كاين كاين شي ناس كيقولوا لي اخويا خذ طريق اخرى وخذ هادي سير المزيكا كاين اخويا كيفاش ندير المزيكا قول لي وانا تخيل انا دابا في طاليم شوكيز والله ما نكذب عليك عيد لي شي كثر من 30 شوكيز ولا 30 شوكيز علاش كيحيدوا شكون هادو البوليس ولا لا هادو البوليس عندي مشكله مع البوليس ديال طاليان انا يا اخويا دونك كتطلب في لي شوكيز في الحفلات وداكشي وما كيمنعوك كيمشيو عند مول لوكال كيقولوا له الدري دخلوا كيمشي عند مول لوكال كيقولوا لك اسدوا لك لوكال شنو يدير مول لوكال هاي راه على صار هادي ديا سميت اللوكال ديالو لا دونك هما كيمشيو يا الصار هادي تمشي كيمشيو لك نيشان لجيبك من الاخر كيمشيو لي نيشان لجيب فهمتي دابا ما عرفوش كيشدوني شدوني انا مونشيف دخلوني انا مونشيف ما دايروش شنو هو دخلوني على صريقه قال لك صريقه ديال الانجليزي بنادم وانا في انجليزي بنادم في السونتر قالوا لي في السونتر وكانجليزي بنادم هادشي بلا كاميرات بلا والو يجي عندك يقول لك كاميرات قال لك واحد جوج دراري قالوا لك شافوني انا مشيت كريسيسهم فهمتي مشيت كريسيسهم حيت لهم سورس ديال الطوموبيل بلا طوموبيل فهمتي بحال اللي انا ما عرفتش اخويا دار لي شي حوايج راه ما بقاش فيهم والو مهم خويا المهم كيبغيو لك ربي كبير الحمد لله ضربت فيها شر انا بغيت نعرف كيفاش كتبقى مكونسونتري على الموسيقى او ميم طون عارف بان راه كاينين وحدين اخرين جالسين كيحفروا ليك باش يصيفطوك للحبس باش يديروا لك مشاكل مكونسونتري في المزيكا كنت مكونسونتر في المزيكا راه كنت ندير كثار من هذا الشيء اللي كندير دابا فهمتي مكونسونتري في المزيكا عندي بزاف اخويا ديال المشاكل وبزاف ديال تخيل دابا انا كان عندي لا بوسيبيليتي ديال اسمح لي هو بالاخرين ديال تخيل دابا بهاد العباد الحفاري وبزاف ديال الحوايج كيحطوا ليا ولكن ماشي دائما في نفس الليفل واخا قبل ما ندخل لك في الاندستري ديال الموسيقى في الطاليان غادي ندوي على لاج ديالك فين مشيتي للطاليان اوكي لاج حيت انت ما تزاديتش في الطاليان تزاديت في الطاليان وكبر هنا انا تزاديت في الطاليان وكبرت في مكناس اوكي بس في مكناس شي 5 سنين درت دراسه درت دونك المغرب ودرت دونك اكيلاج اكيلاج لقيتي راسك في طاليان سنين بحال هكا سنين على جوج سنين تعلمتي اللغه هذه هذا دخلتي المدرسه ولا ما بغيتيش تقرا لا دخلت المدرسه ضروري دخلتي المدرسه شويه ماشي بحال البلاد ضروري خصك تدخل المدرسه 16 عام قال لك تقول واش نمشي المدرسه ولا ما نمشيش اوكي دونك قلتي لي في هذاك لاج ديال الخيريه وداك الشيء ديال الحبس هي فين ديسيديتي تدخل بلوز اومون الموسيقى وتكتب اول تراكات ديالك كي جاتك الاندستري ديال الطاليان بارابور الاندستري ديال فرنسا واسبانيا في الموسيقى واش خاص الخدمه بزاف باش نقول لك باش تبدا تقيس واحد لي كاشي اللي زوينين
ولا القضيه خاويه ولا زعما اي واحد يمكن له يدير البوز، يمكن اي واحد يمكن له يغني. كايناش كاين اي بحال اللي قلت اي واحد يقدر يدير البوز واي واحد يقدر يوصل، ولكن ما يكملش اي واحد. دابا المشكله ماشي اللي يوصل بالسربه هو اللي يدير به، شكون اللي غيبقى، شكون اللي غيبقى باش يوصل. انا اللي يدير به اللي يدير طرق طويله، مش اللي يدير طرق صغيره. اللي يدير طرق صغيره يبقى واقف هنا ومن بعد شنو يدير؟ انصار ولا لا اتوصل منين؟ اتوصل الفوق راه ما عندك من فين تمشي، فين تمشي. لي كولابوراسيون اللي اختاريتي انت دير مع الناس الاخرين، شنو هما اللي شنو هما الحوايج اللي خص يكون في واحد لارتيست باش انت تكولابوري معاه؟ بيرسوناليتي باش عنده بيرسوناليتي. كي جاتك الاندستري في المغرب، واخا ما كايناش اندستري، كي جاك الموفمون ديال الراب المغربي، حيت باقي حنا في موفمون، باقي ما عندناش اندستري. ولكن حنا في موفمون. علاش بحال في الطالين، حتى حنا في الطالين عندنا واحد المشكل، انه بحال المشكل ديال المغرب، بحال المشكل ديال بزاف ما عندناش، بحال نقول لك شي حاجه اللي كت ريبريزونتي. كاين اللي كت ريبريزونتي، فهمتي؟ زعما لابيل وداك الشيء، كتسمع الانجليز كيديروا داك الشيء ديالهم، كيديروا التريل، كتسمع امريكانيين كيديروا التراب، كتسمع سود امريكا كيديروا لاتين، فهمتي؟ كتسمع فرنسا كيديروا داك الشيء ديال فرنسا، كتسمع المغرب وكتسمع الطاليان، نقول لك كيبان لك داك الشيء كيشبال شي، ماشي داك الشيء فهمتي جديد، ما كيديروش جديد. ونقول لك انا حدي، انا بحال نقول لك افريقيا، يعني تهبط لغانا ولا تهبط السنغال وكيديروا داك الشيء ديالهم مفرق هنا. علاش عندهم هذاك الكولتور ديالهم؟ انت كدوي على بلاتي، انا دابا انديفينيو بلوز او موا علاش كندويو داك الشيء ديالهم. كتعني به في الكليبات الحقيقه وفي الموسيقى يستعملوا زعما لي انسترومون ديالهم، داكشي ديال لا كولتور ديالهم. كاين سيرتون في الكليبات، كليبات وصاف الانسترون، صاف الانسترون بديت كنشوف راه كاين لافرو ترا، كاين افرو، كاين لا كاين نوع ديال الموسيقى افرو. هادشي اللي بغيت نقول لك، فهمتي؟ ولكن ما كاينينش دوك ما كاينينش هذيك اللعيبه افرو، فهمتي؟ تمشي تشوف فيديو كليب ديال كيفاش نقول لك، ديال سميتو، ديال سميتو خونا كيدير تما دي جي عرفات، ولا تمشي تشوف ديال خونا اللي دار ديك بيرسوناليتي ولا سميتو بيسكوار، فهمتي؟ تمشي بنادم اللي كيدير هذوك اللعيبات، فهمتي؟ راه كي عنده ليماج ملصقه من المزيكا. هادشي علاش كتجي بزاف تصور انت الكليبات ديالك هنايا في المغرب؟ خويا الصراحه انا كليبات شي شحال الفيديو، حسيت الفيديوهات ولا اربعه الفيديوهات يمكن كليبيتهم في المغرب. علاش كاين شي حوايج كاينين في المغرب ما تلقاهمش في بلاد اخرى، فهمتي؟ باقي المغرب بزاف الحوايج، بزاف. عطيني شي حاجه، كلشي عطيني حاجه وحده. نقول لك حمار ماشي في الشانطي، ما تلقاهاش في دوله اخرى، ما تلقاهاش في اوروبا، ما تلقاهاش بلاصه اخرى، ما تلقاهاش بزاف ديال الحوايج. وايماج حقيقيه، ايماج حقيقيه، فهمتي؟ كتبين لك الحقيقه، فهمتي؟ ولكن ما يمكنلكش في بلاد هادي بحال نقول لك كنشوف الناس كيكليبيو مرسيدس الدريات، فهمتي؟ داك الشيء المغربي كاين بزاف هادشي، هذاك الشيء راه كان ساعدنا حنايا. شكون اللي بدلو؟ بدلنا حنايا سيكون جينيراسيون، بدلنا حنايا كانوا كيكليبيو، كانوا كاملين شي حاجه، كانوا كاملين كيكليبيو، كيكليبيو بالدريات، كانوا كاملين كيكليبيو بالطونوبيلات، بالفلوس، بحال اللي وصلوا كاملين، فهمتي؟ حنا كنا عندنا في الطالي وتشوفوا راه مقاود، فهمتي؟ حنايا احنا دخلنا لهم بعيد اخر بالحقيقه، دخلنا لهم بعيد اخر، دخلنا لهم بالحقيقه. بدينا اول حاجه بدينا كنوريو الزبالات، بدينا كنوريو داك الشيء اللي حشومه كانوا كيخبيوه الاخرين، داك الشيء اللي كيخبيوه حنا بدينا كنوريو. بدينا حنا اول روابا بدينا كنفتخروا بالله حنا فقيرين ما عندنا والو، فهمتي؟ كي كيدخل شي روابا كيبدا يقول لك عندي ما عندي، عندي هذا درت هذه ودرت هذه. قلت درتي هذه علاش كتراب؟ عندك ما علاش كتراب؟ فري ترابي تحط المزيكا تسمع، انت تسمع مع شرانك، ماشي تحطها في يوتيوب، فهمتي؟ ولا كنت وصلت ترى كنت شي حوايج اخويا. صح، حيت اصلا الراب لا سورس ديالو لا باز منين جاي
جاي من الفقر، جاي من الجيتو، جاي ما يمكنلكش انت ديبلاسي لواحد لونيفير اخر، واحد البيئة واحدة. هادشي اللي كاين، اش نقول لك؟ بلادك يبغي يدير بحال امريكا، امريكا وصلوا، امريكا راه فيرمي كونترا وحدة راه وصل، راه فيرمي كونترا وحدة راه كونترا راه ماشي بحال السيستيم ديال اوروبا. دابا هما كيقولوا بامريكان هما اللي بداو هذاك الشيء، اجي نديروا بحالهم واقيلا يمكن تصدق لينا بحالهم. تلقى عنده واحد، تلقى عنده سلسله، والله في ايطاليا نقول لك تلقى عنده سلسله، تلقى عنده ماكينه رولكس، تلقى عنده هذيك وما تلقاش شاري الدرمو، فهمتي؟ تلقى بزاف ديال سينا في المغرب، تلقى بحديده، تلقى بمرسيدس وما شاريش الدرمو. امو ما نعساش مزيان، فهمتي؟ هو هادشي اللي كنبغي نقول بنادم، فهمتي؟ يبين الحقيقه ديالو، فهمتي؟ اش ممكن لك تبين لي في يوتيوب، ولكن اتبان تجي شي مره غادي تبان الحقيقه، فهمتي؟ ممكن لك تبين لي الذهب، وممكن لك تبين لي اللعيبات دويجين، وغادي نشوفك، غادي نشوفك باللعيبات فالسو، راه طيح سميتو النيفو ديالك غادي طيح. لا هما خويا نبان بين الفالسو ونبان لك بدوريجين اخويا، ولا نبان لك، فهمتي؟ راه فهمتك فهمتك. وملي كندوي ملي كد ملي كتقول لي حنا الدراري، كدوي على نتايا وليكيب ديالك، عندك واحد ليكيب نو بارلا طونطو ياك، فيها مخرجين، فيها ممثلين، فيها كلشي، فيها قتاله، فيها كلشي، فيها بنات، فيها كلشي، وفيها تروابا، فيها سروا. وشنو بغيتي دير؟ لا ثلاثه دروابا كاينين، ثلاثه. شكون هما؟ سانو سيمبا وواحد الدريسكو مار مشدود، لا يطلق صرايحه، لا يطلق صرايحه، حتى هو ولد كازا، سو ولد كازا بثلاثه بينكم. ولد كازا سيمبا مغربي ونص تونسي. اوكي، دونك جمعتو مغاربه. مغاربه واعر هاد اللعيب، مغاربه تلاسب مغاربه دغيا. هادوك كبرتي معاهم زكريا؟ كنت عارفه قبل من الراب، فهمتي؟ كبرنا واحد، ما نقولكش كبرنا من كنا صغار، فهمتي؟ ولكن كبرنا كبرتو تعرفتو قبل الموسيقى. مهمه هاد اللعيبه، كبرنا هاد اللعيبه، مهمه هاد اللعيبه، هما فهمتي هما اللي هما ولاد الحومه، هما اصلا هما ولاد الحومه. اوكي، فين كتسكن انت زكريا؟ ليكو. اوكي، انت هما في ليكو، هما ولاد ليكو. اوكي 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 اوكي. ستريمينغ، عندو لك ستريمينغ، عارفين كيما عارفين العالم ستريمينغ في المغرب، ما عمرو ما غادي يوصل للستريمينغ ديال اوروبا، ما عمرو ما غادي يوصل للستريمينغ ديال لافريك، ما عمرو ما ديال الامريكان، ما عمرو ما. واش نتوما في طاليان ستريمينغ ديالكم واش فري؟ بغيت نسولك واش فري اليوم ولا بريميوم؟ حنا يا خويا الصراحه ما نكذبش عليك، انا بنادم اللي كيتمزك ليا راه سبوتيفاي ما عندوش، فهمتي؟ انا براسي سبوتيفاي ما عنديش اخويا، انا بارتيست راه اخويا سبوتيفاي ما عنديش. اوكي، فهمتي؟ دونك كاينين كل واحد وعندو سميتو لي فان ديالو. دابا نقول لك فان ديالي ماشي بحال فان ديال مغني ديال البوب، فهمتي؟ دي باينه، فهمتي؟ ديال الكوميرشال يكونوا كاين شي، كنشوف شي روابا كيضربوا اكثر في يوتيوب، وكيضربوا اكثر في سبوتيفاي. شي روابا اخرين كيضربوا اكثر في سبوتيفاي. وقال شنو نتايا هنا، انت شنو اللي كثر عندك، سبوتيفاي ولا يوتيوب؟ انا الحمد لله اخويا كبر بشويه بشويه، في الاول كنت في يوتيوب، علاش؟ كان لي فان ديالي كانوا ولاد يوتيوب، راك عارف الحبس، الدراري ديال ما عندهمش لا سبوتيفاي لا والو، ولاد بريميوم شكون اللي كيشد سبوتيفاي؟ اللي عنده، فهمتي؟ اللي عنده، اللي عارف شي شويه، اللي قادر كدوي معايا. راه بحال المغرب شويه في هذا الشيء، في الموسيقى، في الاندستري، بحال هكا دابا، بحال هكا. اش باقي ما فاهمينش، فهمتي؟ باقي ما هاد اللعيبة هاد الراب هادا بدا يفهمو سال شي 10 سنين بحال هكا. 10 سنين هنا في المغرب؟ هنا في المغرب. واه 10 سنين، 10 سنين هادا كاينة الطريقة معلي. تخيل كون كانت الكاريير ديالك ماشي في الطاليان، في المغرب. هادي شوية صعيبة اخويا، كون درتي موسيقى اخويا هنا راه جاردين، فهمتي؟ تخيل كون درتي موسيقى زكريا، كون بقيتي في المغرب؟ بقيت في المغرب ما تعرفش، ما ما بوسيبل نقدر ندير، ولكن ما ماشي بهذا الجهد هذا، ما كاينش، فهمتي؟ المغرب شي شويه باقي، قلت باقي اللور شي شويه ما يفهموهاش، ماشي تقول له بحال دابا الوالد كنقول له كنرابي كنغني، يقول لي شنو كدير؟ يقول لي سير خدم على راسك، سير دير شي قرايه ولا شي، ممكن انت ما عارفش، فهمتي؟ ما عارف شنو هو الراب، ما عارف واش كندخل فيه، واش ما عارف والو، فهمتك؟ سير خدم، لا بغيتك تقرا، انا بغيتك تكون هذا، فهمتك؟ فهمتك، فهمتي؟ باقي عند العقليه ديال الوالدين، فهمتي؟ الوالدين حتى هما راك عارف. اوكي 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 اوكي. شنو هو اللي كنتايا تراك البارفي، تراك بارفي، شنو هو اللي كنت، شنو هو القوام ديالو، شنو هو القوام بالدارجه، شنو هما
بحال قلتي شنو هو لا روسيت باش يطلع تراك مقوي؟ لا روسيت فهمت لا روسيت باش يطلع جوان كنت نقول لك واش بروجيكتور واعر كنت نقول لك واش بيت واعر خويا الصاح سيكون بزناز واعر سيكون شي بزناز هادي ناضي هذا الجواب ناضي غادي نرجع لك لداكشي اللي كنت شفت هذوك لي زارتيكل ديال بالعربيه اللي كنت شفت في جوجل وداكشي واحد لارتيكل اللي كان خربقني شويه وما فهمتوش مزيان هو ليستوار ديال واحد التران كانت تبراكه شحال هادي في ليكو فليكو الدراري كانت تبراكه فليكو ويلاه مؤخرا بداو كيدويو عليه وهذاك التران كيقولوا بان انت كنتي طلعتي براكيتي كنتي باقي صغير كيدويو على ميتخايات كيدويو على المهم كيدويو على سلاح كبير شنو هو البلان علاش يلاه جبدوه لك دابا علاش لابريس الطاليانيه بدا يلاه فاقت بداو بلي روبورتاج بداو فاقوا شافوا شافوا الموسيقى اللي دارت كل ما درتيش موسيقى واقيلا كنت ندير موسيقى راه ما كانوش يدويو عليا ما كانوش كانوا لايحيني شي بلاصه فهمتي دابا كيف داك البلان بغيت نعرف كيف فقتي واحد الصباح قلتي اليوم غندخل لا صراحة انا كنت كندير بزاف ديال الحوايج ولكن هاد اللعيبه هادي راه كيفاش نقول لك راه شحال هادي كنت كناكل فانيت بزاف كنت باقي صغير كنت كنعطي الفانيت بزاف كنت شي حوايج ما كنعقلش عليهم كنت شي بحال هاد اللعيبه ديال التران راه ممكن لي نعاود ليك ولكن هذا الشيء اللي نعاود ليك راه معاود ليا بنادم اخر فهمتي راه انت نسيتي انا اخويا ما عقلتش شنو بزاف ديال الحوايج درت وما عقلتش عليهم بزاف كنت مينور كان باقي شحال كانت عندك من العام يلاه باش نكليب هذا الفيديو هذا انا كنت هاد اللعيبه هادي درتها باش الفيديوهات البرودوسيون فهمتي طلع لي داك الشيء غالي فهمتي ما بقاش هذيك اللي ما يمكنلكش تخلص برودوسيون بالتليفون ولا تخلص برودوسيون بالسطام ولا دونك درتي هاد اللعيبات باش تخلص كليبات باش دير الشيء فهمتي راك عارف صحيح شحال كان طلع عليك هذاك الكليب؟ الكليب طلع لي اخويا كان طالع لي غالي وكان عندي 15 عام وهذوك فلوس كانت غالية بزاف كانت شاتني بزاف فهمتي ما عقلتش 15 عام راه 1000 اورو تجيك غالية اخي 1000 اورو راه تجيك غالية متتخيل في 15 عام ما عندكش هذوك ايام كنت كنصيف الزنقة اخويا بنادم كيسحبوا اوروبا راه اوروبا راه سولوا ولاد اوروبا يقول لك كي داير اوروبا ماشي غنقولوا واحد الميساج زوين حيت كاينين بزاف ديال المغاربة كاين بزاف ديال لي جون في المغرب كدو معاك يقول لك خويا انايا باغي نمشي باغي نحرق باغي ما باغيش نبقى في بلا ما عندي ما ندير هنا اللي يمشي ليه سو يكون اصلا انا ما كنقولكش لا خويا ما تحرقش لا البلاد راه نقول لك راه لي راه مقود اخويا راه الصراحه راه ماشي تمشي لياسقه بحال اللي كتشوف في التلفزيون راه شوماج يعطيو الصراحه ولاد بلادنا راه معذبين لي راه كتقال لي عندنا مرسيدس كيمشي ليه كيمشي هنا صيف الزنقه فهمتي واللي تقال لي هنا اللي عنده حمار وكيمشي ليه كيكون عنده مرسيدس فهمت كل واحد وعقله فهمتي ولكن انايا الدراري الصغار اللي بغى يريسكي يمشي واحد الدري صغير فهمتي باقي يدير مستقبل باقي صغير باقي علاش مشيتي ليه في واد كاين طلاين نقول لك كاين ناس في الزنقه كاين طاليين كاين ناس في الزنقه طاليين ما عندهمش خدمه طاليين بوراقهم تتخيل انت تجي من المغرب تجي فهمتي ما خداماش اللي كيجي من المغرب كيجي هنا كيجي لاوروبا كيبدا يريسكي كيمشي الحبس كيصيفطو ريفول هذا هو هادو اللي كيجي مينور اللي كيجي مينور كيصوب براقه فهمتي كيجي مينور كيصوب براقه كيقاد اللعيبات كيتخشى فهمتي في السيستم فهمتي كيصوفي راسهم كل يصوفي راسه باقي عنده ديك تكون ماجور صافي راه باش دير وراق خصك اما تجوج راك عارف القضيه اش كيداري اما تجوج اما هادي اما هادشي كل واحد يكون عنده فهمتي يكون عنده مينتاليتي فهمتي يقول او ماشي ليا ماشي ريسكي ماشي واحد لعاب نجمع الفلوس غادي نرجع ولا ما نمشي ليه غادي نمشي نمشي نخدم حلال ندير شي لعيبه اللي قسم الله نمشي وما فهمتي وكتغني بزاف انت في التراكات ديالك على هادشي كتغني على دوك الناس اللي كيهاجروا كدوي على الحراقه وهداك الشيء بغيت نعرف ليستوار ديال بغيت نعرف القصه ديال سيرلا 1 سيرلا 2 سيرلا 3 سيلا 1 سيلا 2 سيلا 3 هي السيلون 1 السيلون الثاني السيلون الثالث اوكي وشنو كاستيس كانوا تراكات تكتبوا في سيلونات
كسبوا في سيلون في سيلون الاول سيلون الثاني سيلون الثالث. قبل ما تجي للمغرب لحتي واحد التراك في الحبس، هذاك التراك انا شفت الكليب تصدمت، قلت بقيت كنعاود الكليب 66000 مره كنشوف كنقول هذا الساط هذا كيفاش دخل كيفاش تصور في الكليب كيفاش تصور كليب في وسط الحبس. ما غندويش لك على قبل ما تصور، غندوي لك على من بعد. شنو هو اللي عطى داك التراك ملي صورتي داك الكليب في الحبس؟ شنو طرا شنو ما طراش؟ كيفاش تصورتي؟ انا نقول لك واحد الحاجه، السؤال ديالي كيفاش تصورتي في الحبس خويا؟ كنسيق في الله انا بزاف اخويا، انا واخا تشوفني من الوشام العيبات طنقات العيبات، انا عندي واحد بحال كيفاش كنقول بحال اي حاجه كنقول لها كتسبها الله، مي خشيني بالحبس وانا ما داير والو فهمتي، راه خا ماشي بحال ما كنتش داير والو زكريا. ضرب بزاف، راه ضرب 6 المرات ماشي داخل خارج، ضرب تحت نابولي، ضرب ميلانو، ضرب بولونيا، ضرب الماجور مع الكبار، ضرب بزاف فهمتي، ولكن ما دوزتهاش بحال اللي دوزتها هاد المره هادي فهمتي. اش دوزتها كانت صعيبه، وعندي واحد البوزيسيون فهمتي اللي شويه فهمت كان صعيبه. علاش؟ ماشي صعيبه على الحبس ولا على يمكن لك تكمل بطاليانيه الا بغيتي، ماشي راه مدوزين فهمتي، ماشي على الحبس، ماشي على الحبس، كيفاش دخلوني وكيفاش شدوني وكيدخلوني على على حاجه ما دايرهاش فهمتي، راه ضرب الحبس على حاجه ما دايرهاش، ما تناش ما تناش ضرب بصح فهمتي. ولكن بحال اللي قلت فهمتي، قلت الله بغا فهمتي، ما بغانيش نكون برا، ما تعرفش نكون برا نكون قتلت شي واحد ولا قتلني شي واحد ولا ما تعرف فهمتي، قلت بغاني نكون هنا، قلت لا بغاني نكون هنا ولا كاينش اللي درت شي حاجه انا فهمتي، ماشي جابني هنا وحطني وصافي فهمتي، ماشي كل حاجه كتوقع هياك، راه كل حاجه كتوقع علاش. وتقبلتيها درت هذا المكسوب ديالي، ولكن المكسوب ديالي راه عطاني فرصه فهمتي، عشان دخلت اخويا من كان عندي 15 عام، راه كنت كنراكب بنادم كنت شي حوايج كبار فهمتي، دخلت دابا عندي 20 عام و 20 عام لصقوا لي مونشيف ديال 100 اورو ولي زيكودور فهمتي، رجعوني بحال هكا انا اخويا، راه بغاو يلقاو لي كم يلا خصني خير فهمتي، هادشي اللي ما بقى ما تقبلش فهمتي، دخلت بشي بنادم فهمتي كيدخلوا الحساسه كنقولوا يا 100 اورو فهمتي، كيضحكوا عليا فهمتي، كيشدوا فيا فهمتي، كنقول كنبان لهم حمار، انا قلت لا ماشنيش فهمتي، ماشي طاح لي النيفو بحال هكا، قلت ضروري دابا باش ندير شي حاجه باش نرجع فهمتي، نرجع للريمارش الثاني تشواس قدام بنادم فهمتي، بنادم كيسحب وانا كنراكب بنادم كنراكب لي فان ديالي، وكان بغاو يشوهوني فهمتي، بغاو يخسروا لك ليماج ديالي، ليماج ديالي، قلت شنو ندير شي حاجه باش ارجع امارش فهمتي. صافي اخويا بقيت انا ندوز لي شهر، تخيل انت انا دوزت شهر، دوزت شهر وخويا انا دوزت شهر بحال اللي عايش في ميريكا انا، والله ما كان عندي الكمايه ديالي، دوزتها بخير ديالي، اي حاجه ديالي تكون باغيها كانت بحال الضرب فهمتي. ولكن شنو درت؟ استعملت الفرصه باش نبين لهم فهمتي، علاش كنت كنمكن لي ناخذ التليفون، شحال ماشي اول مره ناخذ التليفون في الحبس، ولا ماشي اول مره ولكن هذه المره ما تعملتهاش بحال اللي كنت كنتعاملها قبيله، حتى قبيله كنت كنتعاملها كنت كنعيط فهمتي، كنعاير بنادم وكنادي كنخرج ليه كندير ليه، كنت بطريقه واحده اخرى، طريقه دابا هذه المره طريقه اخرى فهمتي، بينت لهم بالعقل المزيكا فهمتي، راه واخا تحطوني في الحبس واخا تحطوني في تحت الارض، لا المزيكا ديالي غنبقى نديرها فهمتي، ما توقفونيش هكا. علاش هذا هو الميساج زوين، هو الميساج علاش درت الفيديو كليب، علاش ماشي علاش اول مره يدخل ولا عشان هادشي مولف وانا فهمتي، هما ما مولفينوش علاش هما سحبوا ما فهمتي، سحبوا ما نايب بهلول فهمتي. شنو هو الحل دابا زكريا؟ كيفاش الحل مع هاد الناس هاد تما؟ خويا ما كاينش معاهم الحل، ما يمكنلكش تجلس اطابل مع هاد الناس، جربنا نجلسوا معاهم جربنا، ولكن قمعونا، جاي قماني واحد اخويا ما ما قارش فهمتك، نص ديال الحوايج اللي قاري انا يا خويا ما قارينش، غير انا كنسحب اوروبا راه قاريين ولا لاباس، راه زعما راه هاك فاس اش نقول هاد الايامات. جيتي للمغرب باش تصور واحد الكليب، وبريسك الكليبات ديالك كاملين مصورين في درب سلطان، ضرب هاد الكليب الجديد ضربه في درب سلطان، كليبات اخرين ضربتهم في قادي بن دريس، قادي بن دري فوق حي من عبد الله عين الشق، هذاك هو دربكم فوق عين الشق، هذاك هو الدرب ديالكم تماك فين كبرتي؟ فين كبرت فين كبر الوالد كبر العائله ديالي
كانت عندي الدار ليه كبرت ليه مع الدراري وصافي تشد مع ما تشديت هادي ما نزلتلاش 8 سنين بحال هكا نزلت لعبتاني والدراري هكا اسم ومالو دراري اللي خليه سوق صلاح حمزه هما معانا نيت دابا نيت كليب ديال درب سلطان علاش بغيتي تصوروا في درب سلطان خويا حيت قلت لك انا كنت باغي نديك للمدينه كنا باغي نصوروا في بزاف ديال البلايص كنت باغي تمشي للمدينه للعباج ولكن مابقاش الوقت درب سلطان علاش درب سلطان درب سلطان الحقيقه بحال الدرب بحال الدرب اللي هذا راه الحقيقه انا كنبغي نبين الحقيقه ما بغيتش نبينها ممكن اللي نجي لهنا ونضرب كليبات بالمرسيدس والفيلات بلا ما تجي كاين حتى انا كنعرف داك الشيء كاين ليه اخويا داك الشيء بعدنا منه باش نجيو الحقيقه فهمتيني بغينا الحقيقه اخويا ما بغيناش داك الشيء هذيك اللعيبه اللي كنا صورنا في كتامه داك هذاك كان تيزر ديال الالبوم اي كان تيزر هذيك كيفاش بحال هذاك كان واحد اخر يقول يجيب لك كارطونات يجيب لك الشكلاط يلصق ليك فهمتي ماشي كوكان داروا عليا جابوا داروا عليك وانا بغيت ان هذاك الشيء عندي انا في عقلي ولا ما درتش حقيقي راه ما ناش راه فردي كيجيبوا لي ديال البلاستيك راه كان الفيديو كامل كنقول كان ريماندي فهمتي نقول صافي ما بقاش ندير الفيديو واحد المره جابوا لي فيديو كليب فردي ديال بلان والله ريماندي وصافي ما بقاش ندير الفيديو قلت لهم زيد جيت السيمانه الجايه تجيبوا لي ما عليك قاسي قلت لهم تجيبوا لي فردي ضرب الصعاد نجي جبت الراس باش نقول لك فهمتي شي كان شي هوايج عندي انا هي الداخل اخويا راه من غير ما تبينهم منك راسك ما عندي لم نبين اخويا دونك انت ملي كتجي للمغرب الدرب اللي كتعمر فيه وكتسكن فيه كبرتي فيه بلوز او موان هو حي مولاي رشيد لا حي مولاي عبد الله قادم ادريس الا كنتي غادي دير اون كولابوراسيون مع شي رابور مغربي شكون اللي كيبان لك يمكن له يمشي معاك في نفس الفايب في نفس المود في التراك الصراحه كاينين بزاف ديال الرابور ديال المغرب كيعجبوني ياك كاينين بزاف شادين كيجيك الراب مغربي بعدا كيجيك في النيفو ديالو كيجيني البلاصه ديالو كيفاش جات كيجيني بحال نقول لك الموسيقى ماشي الكليبات كيفاش كتسمى هذاك شي واحد عنده الفلوس كيفاش كتسمى ملعق ملعق ولكن فقير فهمتي فهمتي كي داير القضيه المزيكا راه كاينه فهمتي كيبان ليا بزاف مقود ولكن فقير فهمتي علاش فقير علاش اللي كاين اللور اللي كيما واش كيفاش نقول لك بطل يعني انا فهمتك زعما الناس اللي مورا هذا الراب مغربي ما كيدفعوش فهمتي بنادم اللي كيغني ما حش براسو فهمتي كتشوفو صافي الفيديو كتشوفو خيفان فهمتي حشمان فهمتي ما عارفش واش لقى بنادم ولا الدرب والدراري اللي كاينين ما وقفوا ما راه حاجه اخرى فهمتي شنو كيفاش كتشوف الموسيقى ديالك من هنا لقدام زكريا خويا الصراحه في لونيفير في المود في ديريكسيون ارتستيك في الصراحه خويا المزيكا ما بغاش ندير حياتي كامل او بغاش ندير حياتي كامل المزيكا علاش زكريا انا بزاف ديال الحوايج ماشي غير حاجه وحده بزاف ديال الحوايج اول حاجه لان ما تعرف كيش فهمتي بغيت تشد دايما فهمتي ما نبغيش النيفو ولا يهبطوا لي شي واحد ولا ديما غتبغي تبقى عند الطوب فهمتي لو ما شي مره لو ما بقى على لي بيك فهمتي خرج ولا حماديس ولا فهمتي قداميس ولا فهمتي فهمت وانا اصلا كنت باغي ندير ماشي كنت باغي ندير مزيكا كنت باغي نخدم في عند راك عارفني راه العالم ديالي عالم اخر عندك واحد لا فيزيون في الشكل فهمتي انا قليل الدراري انا قليل اللي كي قليل اللي كنقبل عليه بعدا يجلس معايا انا في المونتاج ويقول لي اش الافكار وداك الشيء ولكن نهار جلست مع زكريا ماشي متقبلت هذوك الافكار جاوني لوجيك شويه فهمتي جاوني كيكملوا واحد لا فيزيون ما كاينش غير كتقول باش تقول ماشي بحال هكا شي مبواق ولا شي فيزيون ولا بغيتي دير فيها راه كتعرف ولا فهمتي وهذه حاجه مهمه وانا باغي فهمتي هذه المزيكا راه بحال نقول لك حنا كنقولوا لها رامبا فهمتي بحال نقول لك درجه درجه باش توصل لهذاك الشيء اللي باغي فهمتي المزيكا راه انا باغي نشوف راسك انا باغي يلاه نقولها لك دابا يلاه تقولها لي دابا هي هذيك انا كنت باغي نكون مخرج صراحه من شحال هذه انا كنت باغي اما نكون ممثل اما مخرج واحد من الشوية ولكن باش توصل لهذا النيفو هذا خصك ضروري دير واحد الدرجه فهمتي اما تكون ولد واحد عنده هذا واما تكون صعيب تكون فهمتك
فهمتك حيت هذا الدومين شويه في شكل دومين شويه ضروري فهمتي خاصك فلوس خاصك فلوس خاصك بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الحوايج فهمتي ضروري هاد الدرجه هذه اي دار درجه هذاك الشيء اللي باغي ندير راه بزاف ديال الحوايج باغي ندير انا هذه اي درجه هذه ديجا درتي شي كورميتراج ولا شي فيلم شاركتي انت اون طونك لا اون طونك اكتر مزيكا مزيكا ديالي مشات في شي فيلم ها هي اوكي لا عندي واحد الديسك مشوه في واحد سيري تيفو في نتفليكس فرنسا كاينه لا سنيب لا سنيب هي واحد بحال قلتي واحد لومباس واحد ملي كدير هذاك اللعبه ديسك دور ديسك دو ديامون اللعبه الذهبيه ماشي ذهبيه الصراحه لا هي ماشي ذهبيه ماشي ذهبيه ولكن زعما كي كيضحكوا علينا وصافي كيضحكوا واش في الطاليان كاينه شي حاجه بحال لا سنيب كاين يلا خديتها ريا ايوا قيله ياك يلا خديتها في واحد الديسك ديالي ماروكينو اوكي الديسك ديالي ماروكينو لا جاتني ذهبيه ولكن اخويا ماشي واش نقول لك داكشي فيه الفلوس ولا ما فيهش الفلوس ما فيهش فيها تسك تخلصوا الشيء الضحك باش تاخذوا باش تاخذوا باش تاخذوا فهمتي تسك تخلصها دونك باش تاخذ طون ديسك دو خصك تخلص بحال ديبلوم هذا اخويا انا ما عنديش ما بلاصه انا الديبلوم ماشي خلي عندك هذاك الديبلوم بغيتوش انا اوكي عارف راسي شحال ماشي هو هذاك هو اللي يقول لك شحال من واش ارتيست ولا ماشي ارتيست فهمتي بحال نقول لك راه ميداليه ميداليه تقدر تكون كواير بلا ميداليه تقدر تكون ما كتسناش شي حاجه اللي غادي ما تسناش شي حاجه اللي غترجعك شي واحد يقول لي براو فهمتي هذه هي اللي هذاك الديسك هو هي براو انا اخويا ما عندي ما ندير براو كانت شي حاجه كانوا عطاني شي حاجه عطاني شي عيوان نعاون بها بنادم شي مليون اورو ولكن الديسك ديالي نخلصو عمرك شتي يا خويا بي جوج تقريبا تكليبا فيها كليبيت واحد جوج ثلاثه وتزيد تكليبي فيها ولا غتحبس في الكليبات؟ لا نحبس ما بغيتيش تكليبي كلشي صافي باس قبل ما نبداو الانترفيو عيط لي ماريو كان عندك واحد التراك كان خصو يتلاح اليوم دابا حنا كندويو راه تلاح التراك نسيتيه وماريو اول مره غنتلاقى به انايا ماريو شكون هو باش البوبليك بعدا يعرف ماريو شكون ماريو ميناجر ديالي ماريو وواحد الدري سميتو سوا ماليبا ماليبا دونك انا شفت ماريو شفت عباس كوجينيو وهاد الدراري واش في ليكيب ديالك كبروا معاك في الخيريه ولا ولاد دربكم ولا علاش اختاريتي بعدا ماشي انا نقول لك واحد البلان بعدا انا لاحظت واحد الحاجه لي زارتيست ملي كيوصلوا لواحد لو نيفو اللي وصلتي ليه نتايا ما بحال دابا الماناجمنت لا جيستيون الفلوس بزاف ديال الحوايج ما كيبغيوش عشرانهم واللونطوغاج ديالهم اللي يجيريه كيمشيو يعيطوا على برانيين على ناس ما عمرهم ما عرفوهم ومن اللي كلفوهم بهذاك الشيء باش ما عمر صحابهم يعرفوا شحال يعرفوا زعما شنو اللي كتشوف بحال هكا هو اللي في الاخر كيقول لك خونا دار ليا فعل ليا دار ليا ما دار ليا فعل ليا فهمتي اللي خوك اللي كبر معاك فهمتي اللي غتعرفو بعينك وميزانك فهمتي راه صار شكون اللي يدي معاك شكون اللي ما يديش معاك ماريو كان كنا كنخدمو انا وياك عاود ليا ماريو كان كنخدم مي سطيره فهمتي كان كبزنس فهمتي ماليبا الرضا اخر كان معايا كيفاش كيقولوا له ماليبا مغربي مغربي ماليبا مغربي ماليبا درت مع اول مونتيف اول مره اول شده في 2012 حطوني في الصباح ما كنتش ندخل الحبس ديال المينور حطوني في واحد اصلاحيه بلا نقول لكم الشده ديال المينور وحطوني في واحد السونتر فهمتي وحطوني معاه فهمتي اول مره ديال الشده ديما بنادم جيان فهمتي بنادم فيه الجوع باغي يتعلم باغي ياكل باغي دماغ واحد قاري عنده فلوس عنده كرشو عامره راه ما يتسوق ليكش فهمتي هاي يتعامل معاك عام من بعد يقول لك يلاه سير اخويا سير راه فهمتي واحد عشيرك فهمتي واحد واقف معاك باغي يبقى معاك الكاريير ديالك وهادي نمشيو للبروجي ديال او بي 2 السميه ديال التراكات كيفاش كتسمي التراكات ديالك؟ نمشي لك البارانويا كيفاش سميتي بارانويا؟ سميتو مسلخر خويا بارانويا خويا الصراحه كتبتو قبل ما ندخل الحبس انا عندي بزاف ديال التراكات ولا سمعتيهم بحال اللي كيدويو على القدام
والله ما نكذب عليك بحال اللي كان ولد انت عندك ديستان خويا بحال اللي مكتوب علام دابا الكرسيني دابا جاتني بزاف ديال الحوايج عندي بزاف ديال المزيكا بحال اللي كندوي على خدام وكيطرا داكش وكيطرا الاخر طرا اللي ضربت اش مابقاش نقدر نكسب فهمتي حسيت براسي بحال اللي كاينه شي حاجه انا ما ندير والو حاس براسي بحال اللي مسدود فهمتي بحال اللي حاس براسي بحال اللي وقعت شي حاجه وقعت شي حاجه وقعت شي حاجه جالس بحال هكا كل ليله ما نهضرش الناس كل ليله ما نهضرش الناس كنت بزاف داس بارانويد بارانويد اللي كيكسب بحال اللي عارف شنو غادي يوقع فهمتي بحال اللي عارف البلان وعارف كلشي وفي التيست بلا مشيت كتبتي في التيست كنقول هادي بغاو يخسروا ليا فلايريكس فلايريكس بزاف ديال بحال اللعبه اللي عاودت لك قبيله بحال بغاو يخسروا ليا ليماج ديالي فهمتي هادي شدوني على شي لعبه ما دايرهاش انا ما انا ما كاينش يقول انه كنقول حنا انه بريء فهمتي انا بريء وبزاف ديال الحوايج وهي تبقى فهمتي بحال اللي كنت عارف وكاين بزاف ديال التراكات بحال نقول لك كنقول شي حاجه ولا شي سميه ولا شي حاجه كتوقع من بعد شفت درتي واحد التراك مع بيني بيني شحال هادي ما شفناه من ايامات كليبات ديال بيني مع خوتو داكشي كيفاش جات لا كولابوراسيون معاه بيني عشيري عشيري عزيز عليا بيني بزاف انت اللي فيد ديالو كتختارهم حيت قريب ليك قريبين لي كنحس بلي ما كنحسش بلي المزيكا لا كنحس اللي حدايا في هذيك الوقيته اللي كاين حدايا وكنصب حدايا فهمتي بيني ارتاشا سماج عند الطاليان كان بغا يبقى ثلاث ايام بقى معايا جوج سيمانات فهمتي شفت طاليان شفت الكارتير دوزتو مشينا جارينا انا وياه درنا كليب درنا ايام وفهمت الناس معانا بحال خونا فهمتي اللي اوكي دونك كل تا هو من الفاميلي فاميلي شكون اللي كيدخل اكثر رابر طالياني ولا رابر فرنسي رابر فرنسي بحال اللي قلت لك قبيله قلت لك حنايا بحال الطاليان شويه بحال المغرب فهمتي دابا هي شويه كتبدلها فهمتي الطاليان بدات كتبدل بدات كتاخذ ديك البوزيسيون ديالها فهمتي ولكن باقي في هذاك النيفو فهمتي باقي ما ماشي بحال فرنسا عندهم ستيل ديالو سود امريكا عندهم ستيل ديالهم كل واحد عنده ستيل ديالو فهمتي ضروري هما طالعين علينا بزاف هما 10 سنين بزاف قدام علينا في المزيكا كيفاش كتخدم مع لاكريم؟ حتى هو لاكريم فهمتي ماشي خدمه فهمتي لا صافت لي طرا كنصافت لي طرا لاكريم فهمتي بقى معانا حتى هو جا معانا في التران نزلنا تسارينا في نابولي فهمتي مشى لاسكامبيا كان معاكم حمزه شفت ستوري مشى كسب التراك هذاك مورتالي كسبها في نهار واحد فهمتي كتبها في ليله وحده كتبها في ليله في اوطيل حدايا فهمتي كتبها ويسكي نقدك شي حقير فهمتي كسب التراك في ليله وحده ودار فيديو كليب نهار بعد فهمتي ونهار بعد عاوتاني درت كليب معانا فهمتي راه المهم كاين الحقيقة كاين الحقيقة ماشي شي حاجة صافت لي تراك ونصافت ليك هادي بقى معانا ريح معانا جا عاوتاني شافنا عاوتاني كيجي طالعين مرة كنمشيو لسبانيا كنشوفو كنمشيو فاميليا اوكي فاميليا فهمتي بحال فيانزو بحال كازو بحال بزاف ديال الدراري اللي كنخدمو معاهم اش كنحسو بشي حاجة فهمتي راه كتقررنا اليوم كاينه شي حاجه اون كوما بيناتكم ابار المزيكا ابار موسيقى ابار كتشي مزيكا تشوفني مره واحده فهمتي ما تشوفناش جوج المرات جالسين في طرابلس دوميلي كتقول لها بالطالياني التراك ديال دوميلي علاش كيدوي التراك ديال دوميلي الدمير كيقول التراك كيش نقولوا كونسيبت فهمتي كونسيبت اوكي كونسيبت فهمتي تفهموا هذا التراك راه عندي واحد من احسن تراك درته هو 2000 واحد منهم شكون هو بوبو بوبو هو البرودوسر ديالي ديال كاريكو اللي هو اللي صايب كاري التراك حتى هو بدا معايا حتى هو من عندك بروديوسر واحد زكريا خدام كتخدم مع واحد وما كتبغيش تبدل والله ما بغيتش نخدم مع بروديوسر اخرين كان قليل اللي خدم زعما فهمتي هو واللي لقيتو فهمتي ما عندو رجليه في الارض فهمتي ماشي طاير فهمتي فايزو خدم تما اش كاين بزاف ديال البرودوسر وكاين يساهم في المغرب فهمتي مابغيتش نقول شي سميات كاين يساهم بزاف ديال البرودوسر اللي حسن مكروم طاير فهمتي الوغ كو ما ناري هذا السوجي هذا بوحدو خصنا نديرو ليه انترفيو بوحدو هادي ابار هذا خدمتي مع البرودوسرز في المغرب خدمت مع دراري ما معروفينش بحال واحد الدري ما عرفتش سميتو الدري صغير واعر خدمت معاه في اين التراك التراك ديال طوطو سكيزو او جي هادوك ابار هادوك
تخدمت معاهم وتجيب على قلت دري صغير وعجبني فهمتي ما مو التراك ديال كومي بحال اللي قلت لك انا التراكات كاملين كنبقى موراهم لعيبات داك التراك ديال مورو كومي التراك ديال مورو هو الحسن لي فواس فهمت البرودوسر ديال مورو فهمتي سكيزو سكيزو شاراوت لسكيزو من شراف لحت له لي فواس ديالي هو قلت لي داكشي بلا ما فهمتي بلا ما نسمع نقول له لا قاد لي اللعيبات لا قاد لي داكشي مقاد فهمتي قاد لي داكشي مقاد بحال اللي كان اللي جالس مع البرودوسر ديالي فهمتي الدري سوا الصغير سوا اوجي سوا باللي بحال اللي كان يلا بدا كان يلا بدا في هذيك الايام فهمتي كان هو اول تراك ديالو واقيلا اول تراك معايا مع طوطو فهمتي سوا عجبني فهمتي علاش شو شاد معايا حتى 5 الصباح 6 الصباح فايق كيف وماشي معايا فهمتي في السوق هو عجبني فهمتي وكاينين شي وحدين هما مشهورين فهمتي وبزاف ديال الحوايج ولكن بقات في الشهرة واخا تكون مشهور بقات في الشهرة واش واخا ممكن لك دير هذاك الشيء اللي بغيتي فهمتي ما تفهمتيش معاه ما عجبكش دير معايا الحبس ندير معاك الحبس انا بديت انايا كي شهرت في المزيكا علاش كون كنشفر التراكات كيفاش كنشفر البيت كنشفر البيت اي بيت كان كناخذو بلا ما نخلصو وكيوقعوا لي مشاكل فهمتي مع البروديوسر مع البروديوسر لعيبات فهمتي رجعت بحال هكا كاملين كانوا كيدعيوني لعيبات عندي بزاف ديال الحوايج كنشد البيت كندير له ريميكس انا هو اول واحد بدا فهمتي في داك العيس هذاك في التراك مع مورو واش الناس عجبهم التراك الناس عجبهم التراك وسيرتو انا عجبني التراك سيرتو علاش انا شحال هذه بحال اللي قلت لك قبيله كنت مزك كنت كتمزك الراب المغربي وكان قليل فهمتي ماشي كنت كتمزك كلشي راه الحقيقه كنت كتمزك الحقيقه انا بحال الميريكان كتمزك ما كتمزكش تمزكتي المورو شويه المورو ضروري راك عارف تمزكت بزاف ديال الروابا ولكن ما عمري ما تمزكت جينيراسيون جديده فهمتي ما عمرك ما اوكي صافي ملي وقفت ملي قلت صافي خصني ندخل انا دابا انا خصني ندخل دابا انا اجي نقول لك دابا انا يمكن نسميك رابر مغربي رابر مغربي انا رابر مغربي في الطال يعني وكي جاوك الكليبات في المغرب واخو كنعرف كاين شي دابا يا كاين شي وحدين كيسحبوهم هاد جدر ارتيست راه حياه سهله حياه زينه حياه راه في الهدف بزاف ديال الحوايج زوينين ولكن في سحب بزاف ديال الحوايج خايب بزاف سيرتون لي ان هنا انا بعدا شي شويه باقي ما باقي كاين ديك اللعبه ديال الاولتراس فهمتي كاين هنا في المغرب حنا عندنا داك اللعبه ديال الاولتراس عندنا اللي في الطاليان يعني ولكن ديالاش عادي ماشي لا ماشي اولترا ديال المزيكا نفس ليت فهمتي بنادم راه كيدوي على المزيكا انا كيدوي مازال ما وصلنا لهاد النيت كيدوي على الراجل الوداد فهمتي انا اللي كيدوي على الراب الاخر الاخر شنو قال على الاخر كيدوي على الراب كاملين طلع النيفو فهمتي ديال الراب دخلات في لاكولتور دخلات في لاكولتور دخلت للديور كاين فهمتي كلشي كيعرف الراب عارفين هذا عارفين هذا مشات عند شي شافه طالينيه تقول لها بيبي تقول لك اه ولكن ما تقولكش هاكي رابي مغني تقول لك اه مغني مجرم فهمتي اش هادشي اللي موصلين الناس كبار فهمتي دابا انا موسخ دابا عندهم نتايا في ليماج ديالي مع الناس كبار اللي في الطاليا علاش هادشي اللي كيقول علاش الناس كبار كيشوفوا التلفزيون فهمتي وفي التلفزيون شنو كيبان كيبان بيبي جانج شنو دار بيبي جانج هذا شنو كان قبل الراب في الطاليان شنو الموسيقى الطاليانيه ما كان هذيك الموسيقى الطاليانيه ما كان حتى واحد كيعرفها ما كان بزاف ديال الهوايج كاش كنقول لك ما كانش حتى واحد كي كانوا بزاف ديال الرواب الطاليان ولكن كانوا غير في الطاليان فهمتي بحال ديك الشيء كانوا كيسمعوا ولا الطاليان وكانوا غير في هذيك الكواره ديالهم ما تحلوش هذا الشيء كيبان لي انا واقيلا طرا بحالو في اسبانيا بحالو ولكن واحد منهم واحد منه مراد هو مراد ومغربي تاعو مغربي تاعو اسباني وطاليان في نفس النيفو في الموسيقى صراحة لف في فلوس ديال سبوتيفاي لف فلوس ديال اليوتيوب لا ماشي لا السبوتيفاي لا المزيكا لا العيبات بحال اللي نقول لك دابا اسباني وطاليان في 2000 ما نقول 2019 2020 بدات كتسمع البنادم فهمتي في الاول كنت كتسمع فرنسا كتسمع في اوروبا كتعرف في فرنسا انا بس كنت مزكر فرنسا ما كنت مزكر لا الالمان لا هادي دابا بدات كتطلع شويه هادي شويه هولندا شويه الالمان بداو كيطلعوا فهمتي بلان الحمد لله خويا مطلعين درابو غاده مزيان العز بك عشيري مطلع بعدا الدرابو خاصنا بزاف من بيبي جانجات والله يلا انا عرفتي شنو غنسولك واحد السؤال ديال لي فان دابا فوقاش الالبوم الجاي الالبوم الجاي خويا راه
كتسقاد عليا يجيب لي كتسخو عليا يجيب لي كان بحال عندي داك انا كان عندي عندي واحد فيزا في شكل قلت لك راه كنشوفها بحال ما كنشوفهاش مزيك انا كنشوف فيها سلعه كل 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 ديسك راه بلاكا كل كل البوم راه كيلو بحال هكا درنا في تيزر ديال الالبوم كل كل بلاكا كان فيها في التراك واه اللعيبه الزوينه اللي قلت لك خويا سك تشري سلعه اخرى تقاد السلعه ولا السلعه تقاد فلوسك ضروري ديك باني عاوتاني اي بي جوج دخلت فلوسها ولا باقي دخلت حم ضروري راك زعما داكشي انت اللي خسرتي على داك على داك الخدمه وداكشي ما ضعتيش فيه لا ما كنضيعش هذا هو المهم هذا هو عارف نقول لك واحد الحاجه مغاربه فين ما تحطهم ما يضيع عارفوا عارفوا القوالب نقول لك عارف انا نقول لك ما قاريش بزاف ديال الحوايج ولكن تحطني ما واحد عنده كوستيم ما يقدش عليا لا العقلية ولا بزاف ديال الحوايج نرجع للمونتاليتي نرجع للمونتاليتي فهمتي اش بغيت تقابل قلت لك بزاف ديال بنادم قاري قاري وعندو الدبلومات وعندو اللعيبات وخدام بارس الاخر وبزاف ولكن ما فهم والو عندو الفلوس داكشي ماشي عندو الفلوس ما فهمش قوالب ما فهمش بزاف ديال الحوايج ما فهمش هنايا شكون اللي دايرها بيا ما نقولوش دايرها بيا واحد فهمتي لابس كوستيم كرافات فهمتي انا ممكن اللي نديرها بيا باش هنايا ما منعيش عايش مع المكاريب راك عارف المكاريب تحطها في بلاصه نقيه هادي مكرب كل شيء فهمتي هادي هادي اشتري لي ناضي هاد شنو هو النكست موف ديالك زكريا الكليب الجاي غادي يخرج دابا شويه يخرج في هذا الصيف كليبيتو كليبيتو في درب كبير تحية درب كبير و كليب ناضي ناضي الحقيقة هتشوف الحقيقة في ذلك كليب هتشوف الحقيقة في الفصة بيبي جانج خويا شكرا بزاف حيت قبلتي بعدا تسجل عندي وطن كان في الديب الله تشوفو 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 ان شاء الله نو بارلا طان صعب لازم